فيما يتعلق بالسؤال اللي حول نقاش البرلماني، و السؤال والجواب اللي تم تبادلهم بين الوزير والنائب، قايد عند حد عادة يخرص الحوارات النقاشات البرلمانية في الدول الديمقراطية، لا يعود قاع ما يستكثر حتى هذا اللي خلق في البرلمان، ولا ظاهرة، لا ظاهرة تعدد الآراء وظاهرة الحرية في التعبير، ولا يقدر أبدا عند أن يعطاه يكون ذاك الثوب، لأنه تعدد الآراء كلها يعبر عن رأيه بالطريقة اللي يظهر له أنها هي اللي مناسبة في ذاك الجو اللي خلق فيه الحوار، وده ما في الشورى ذاك.